اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف فيه ازاي نعمل اكشن بوتن انيميشن في برنامج فيجما. في البداية خالص هبدأ كريت الفريم بتاعي بالشكل ده من هنا، وبعد كده هبدأ كريت الديزاين والايكونز اللي هنبدأ نشتغل عليها. فأنا هعمل الناف بار بالشكل ده، وبعد كده هبدأ أعمل شكل دايرة بحيث إن أنا أقطع الجزء الخاص بالناف بار علشان أبدأ أحط الجزء الخاص بالأيكون زي ما أنت شايف بالشكل ده. وهديله نفس اللون الخاص بالناف بار. وبعد كده ممكن اديله تأثير من افكتس تحت على اليمين واخليه انير شادو، وبعد كده هاخد الجزء الخاص بالايكون واعمل منه كرييت لثلاث ايكونز او اكتر على حسب ما انت محتاج، وابدأ احركهم واخليهم على شكل ارك او قوس كده حوالين البوتن او الزرار الاساسي. كده هاجي عند بلاجنز فوق وهكتب ايكون، وهجيب البلاجن دي اثبتها عندي علشان ابدا اخد منها الايكونز اللي انا محتاجها. فانا اول ايكون انا هجيبها وهي مثلا وليكن بلس، دي هتكون الاساسيه. هعمل سيلكت عليها واكون عامل سيلكت على الفريم علشان الايكون تنزل فيه على طول. وبعد كده هجيب الايكون التانية وليكن هوم، وبعد كده هجيب الايكون التالتة اي ايكون وليكن edit. والايكون اللي بعديها وهي الفوتو، اي ثلاثة ايكون انت محتاجهم. وبعد كده هبدأ ارص الايكونز زي ما انا قسمتها، البلس هيكون في الاساسي والباقي هيكون ثانوي بالشكل ده، وهغير لونهم كلهم بحيث يكون لونهم ابيض بحيث يكون لايق اكتر، وهنعدل على الالوان دي في الاخر برضو. وبعد كده هبدأ احط كل ايكون في الدايرة في فريم لوحده بالشكل ده، رايت كليك فريم سيلكشن على كل واحدة، وبعد كده هعمل سيلكت عليهم كلهم واخليهم كلهم في فريم سيلكشن برضو، ومن فوق هعمل الكومبوننت بالشكل ده، وبعدين هضغط على علامة البلس بحيث ان هو يكون فيرنت معايا، هاخده هنا في الجنب كده وابدأ اتحكم فيه بالشكل ده. الثري ايكونز اللي موجودين في الفيرنت الاول مش هيكونوا موجودين لان هو بكل بساطة لسه ما ضغطش على البوتن. والثري ايكونز الثانويين هيظهروا وقت ما يضغط عليه، فانا هنا هحول علامة بلس ل كانسل او علامة الاكس، وهاجي على علامة بلس هبدأ اتحكم في اللون بحيث ان هو يكون مختلف شوية وانا بعمل الحركة، واخليه لونه اسود. واجي هنا عند وضع البروتوتايب وابدأ اسحب من الفيرنت الاول للفيرنت التاني واخلي اون كليك، وي سمارت انيميت، وي السيتنج هنا از ان اند اوت باك،
وهاجي هنا عند اسس في الشمال وهلاقي الكومبوننت بتاعي ظهر بالشكل ده. ممكن عادي ابدا اتحكم في الشكل براحتي عادي. وبعد كده هاجي على الشاشة او الفريم الاساسي اللي موجود في اللوكال كومبوننت اللي احنا ضفناه، وهاجي هنا عند وضع البروتوتايب واعمل فلو ستارتنج بوينت وابدأ اعمل بلاي واضغط. نجرب كده ونشوف اللي احنا عملناه هيظهر معاك بالشكل ده بكل سهولة. فبس كده، ده كان شرح بسيط. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.